الثاني والمنطلق من الجانب الآخر. هنا بهذا الأداء الجميل هناك من الجانب الآخر، والتحديات وشعار الحميري أيضا يتسلل من الجانب الآخر في هذا الأداء المميز مع مبهر علي بن صالح بن علي الحميري في هذا الانطلاق المميز والجميل. هنا يأتينا شعار محمد بن علي بن خفية لقتبي المنطلق في هذه اللحظات مع هملول أحمد بن عتيق بن خفية من ينطلق بهذا الأداء الجميل على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع السيف لمحمد بن حمد بن حميد العويسي ياتينا رابعا. وفي المركز الخامس المارد، المارد يتواجد حمد بن علي بن تريس المنصوري المنطلق على المركز الخامس. وسادس المراكز هنا جروح ياتينا مع ابو يحيى شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي الصقار يتواجد على المركز السادس. وفي المركز السابع صوغان عبد الله بن حمد بن بهيان العامري بهذا الأداء الجميل. هنا أيضا عبد الله بن حمد بن هيان العامري مع صوغان بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي. المركز الثامن، المركز الثامن هداق ياتينا لسعيد بن محمد بن كراز المهيري من يتواجد بهذا الانطلاق المميز الجميل. هنا هو التحديات والإثارة هنا على المركز في هذه اللحظات الثامن. وفي المركز التاسع مشرف لفهد بن سعيد بن مداح بن بداح العامري هنا يتواجد بهذا الانطلاق المميز. وعاشر المراكز مستحيل لسعيد بن محمد بن سعيد بن جريو الدرعي من ياتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة. نعود مشاهدينا الكرام نتابع هذا الانطلاق ونتابع التحدي، نتابع مبهر هو المسيطر على زمام الأمور هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل. العلي بن صالح بن علي الحميري هو المسيطر على زمام الأمور على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. كيف ياتي على المركز الثاني؟ مطر بن حمد بن مصلح بن جمهور الحبابي من ياتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث ياتي صوغان عبد الله بن حمد بن هيان العامري من ينطلق بهذا الاداء الجميل. المركز الرابع، المركز الرابع والمتواجد على المركز الرابع هملول احمد بن علي بن خفيه الاكتبي من يتواجد على المركز الرابع. وياتينا هنا هداق سعيد بن محمد بن كراز المهيري من ياتي على المركز هذه اللحظات على المركز الخامس. بينما المركز السادس، المركز السادس السيف لمحمد بن حمد بن حميد العويسي المنطلق مع السيف في هذه اللحظات على سادس المراكز. والمركز السابع، المركز السابع جروح هنا لشاهين بن خلفان بن راشد المزروعي. وثامن مراكزنا، المركز الثامن ياتي مستحيل هنا لسعيد بن محمد بن سعيد بن يريو الدرعي المنطلق بهذا الأداء المميز. ومن الجانب الآخر الطاغي علي بن نايع بن محمد الكعبي. وعلى المركز العاشر يصلنا هنا، وصل في هذه اللحظات شاهين لإبراهيم بن حمد النعيمي من يصل على المركز العاشر في هذا الانطلاق المميز الجميل. ومتابعة أبو جابر يتواجد بهذا الانطلاق المميز.
نعود إلى الصدارة، نعود إلى مبهر المبتهر على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا مع أهالي منازف على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. علي بن صالح بن علي الحميري من يأتينا على المركز الأول وصدارة، يسيطر على زمام الأمور والمقدمة. المركز الثاني هنا يأتي صوغان عبد الله بن حمد بن هيان العامري من يتواجد على المركز الثاني وثالث المراكز. هجاج القادم بكل قوة، هجاج وعين على المقدمة. هنا لسعيد بن محمد بن كراز المهيري المنطلق على المركز الثالث. هذا الأداء الجميل. والمركز الرابع مستحيل لسعيد بن محمد بن سعيد بن هريو الدرعي على في هذا الأداء المميز والوصول هنا، الوصول أيضا والانطلاق والتحدي من الجانب الآخر هناك أيضا بهذا الأداء الجميل. محمد بن حمد بن حميد العويسي مع السيف، وهناك صقار شاهين بن خلفان بن راهد المزروعي مع جروح بهذا الانطلاق المميز الجميل على سادس المراكز. سداسية جميلة، سداسية، ولكن أرى التسلل هنا مع صوغان. صوغان من انطلق على الصدارة على المقدمة مع الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير يا متابعين هنا بهذا الانطلاق. صوغان عبد الله بن حمد بن هيان العامري المنطلق على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. المركز الثاني مبهر على المركز الثاني، علي بن صالح بن علي الحميري، وهنا القادم هداج سعيد بن محمد بن كراز المهيري، ويأتينا مستحيل سعيد بن محمد بن سعيد بن هريو الدرعي المنطلق على المركز في هذه اللحظات الرابع بهذا الأداء الجميل. ولكن الصدارة، الصدارة هنا صوغان مبهر قادم، مبهر قادم، وصوغان، صوغان ومبهر والتحدي والإثارة مشاهدينا الكروم. ولكن مبهر، 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 من ابتهر على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، ينتزع الصدارة والمقدمة. مبهر علي بن صالح بن علي الحميري على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، يبتهر بالفوز وبالناموس. مبهر على الصدارة، على المقدمة، أخو الباهرة هذا يا ما صالت وجهلت أيضا، وجهلت أيضا الباهرة بأدائها المميز. هذا أخوها، ها هو مبهر هنا، تهانينا والناموس العلي بن صالح بن علي الحميري. سلام منازف، سلام على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني أتانا مشاهدينا الكرام صوغان لعبد الله بن حمد بن هيان العامري، بينما المركز هملول السيف بن خليفة بن قميص الغويص السويدي على المركز الثالث، والمركز الرابع مستحيل سعيد بن محمد بن سعيد بن ريو الدرعي، وهداج في المركز الخامس سعيد بن محمد بن كراز المهيري من أتانا على المركز الخامس. والتوقيت الزمني في هذا الانطلاق 9 دقائق هي الحاضرة، لمسافة هنا أيضا 6 كيلومترات، 43 ثانية 14 جزء من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الأداء المميز الجميل المبهر العلي بن صالح بن علي الحميري، بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام هنا أيضا 9 دقائق 45 ثانية 13 جزء من الثانية توقيت صوغان. تهانينا عبد الله بن حمد بن هيان العامري، بينما المركز الثالث أتانا هملول، وفاجأنا في الأمتار الأخيرة هنا مع أيضا بوسيف سيف بن خليفة بن خميس الغويص السويدي مع هملول. تهانينا لو الناموس ب9 دقائق 46 ثانية وفاء وتماما وكمالا، هو التوقيت الزمني.